تحت رعاية سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أقيمت في مركز سيدة السلام بعمان ورشة حوارية عن دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس النظامية بمشاركة العديد من الجهات المعنية والمدارس الدامجة وغير الدامجة. إلى التفاصيل. الأمير مرعد بن رعد بن زيد عضوفة الدكتور مهند العزة الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. مندوبا عن سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد رعى الدكتور مهند العزة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة الفعالية الحوارية التي نظمها مركز سيدة السلام للأشخاص ذوي الإعاقة عن دمج الأطفال المعاقين في المدارس النظامية. حضر البرنامج غبطة البطريرك فؤاد طوال والأب شوقي بطريان مدير عام مركز سيدة السلام وممثلون من وزارتي التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية ومدراء مدارس حكومية وخاصة وعدد من الأطفال ذوي الإعاقة وذويهم. وقد أشاد الدكتور مهند العزة في كلمته بهذه المبادرة التي تعد الأولى من نوعها والتي ستساعد برأيه في بناء جسور من التواصل بين المجتمع والأشخاص ذوي الإعاقة وأهاليهم، داعيا الجميع إلى الاستماع إلى هموم هذه الفئة واحتياجاتهم. أعتقد الفعالية اللي أقامها مركز سيدة السلام فعالية كثير ممتازة، لأنه من الضروري التواصل مع الأهالي وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة لاستماع لهمومهم، وبرضو من جهتنا نسلط الضوء على القانون وعلى ما نقوم به وما وصلنا إليه، وأمل أنه تكون هاي يعني فاتحة للقاءات أخرى مكثفة مع الأهالي والمعنيين والأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم. كما ألقيت في الورشة العديد من الكلمات التي ركزت على أهمية دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس النظامية، إضافة إلى التركيز على قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وليست الإعاقة نفسها فقط، إذ أن حقوقهم مطلب رئيس كفله الدستور ويجب العمل على تفعيله. كما طالب المتحدثون مؤسسات المجتمع المدني من القطاعين العام والخاص لأخذ دورها وتحمل مسؤوليتها في مساعدة هذه الفئة من أبناء المجتمع. مركز سيدة السلام من خلال الخدمات اليومية اللي منقدمها والتعامل اليومي مع الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم، التمسنا نقطة أساسية ألا وهي موضوع دمج الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس النظامية. هلا جزء أساسي من شغلنا هو تهيئة والعمل على إتاحة الفرصة أمام الأطفال ذوي الإعاقة من خلال اكتساب المهارات الأساسية لتقليل الفارق ما بينهم وبين أقرانهم من الطلاب ذوي الإعاقة، ليكون عندهم فرصة ليكونوا على مقاعد الدراسة من خلال المدارس الدامجة. لكن للأسف الحال على أرض الواقع بتمثل بعدم وجود عدد كافي من المدارس، والمدارس الدامجة ما بحكي كل المدارس، ولكن عندنا تجارب شخصية مع الطلاب ذوي الإعاقة وذويهم متواجدين على مقاعد المدارس الدامجة، إنه ما بأخذوا حقهم من ناحية التعليم، ما بأخذوا حقهم من إتاحة الفرصة المناسبة أمامهم لاكتساب المهارات التعليمية المفروض إنه يكتسبها من خلال الدوام اليومي. فارتئينا عقد هاي الورشة الحوارية ما بين صناع القرار متمثلين بالمجلس الأعلى، وزارة التنمية، وزارة التربية والتعليم، بالإضافة لوجود المنظمات والأفراد المهتمين وأهم شيء الأطفال ذوي الإعاقة وذويهم، مشان يكون تغذية راجعة مباشرة لصناع القرار وإعطاء فرصة للأهالي للتعبير عن وجعهم وألمهم. يعني إحنا للأسف نعترف أن واقع الحال بمدارسنا بوزارة التربية والتعليم حول موضوع التعليم الدامج هو واقع بحاجة لكثير من العمل وكثير من التهيئة وكثير من الجهود، وبالأخص زي ما تم طرح 19% فقط من عدد الطلاب من ذوي الإعاقة القادرين على الالتحاق بالمدارس الدامجة فقط موجودين بهاي المقاعد، 81% من طلابنا للأسف ما عندهم أي فرصة لتلقي أي خدمات بمجال التعليم وبمجال إتاحة الفرصة لهم ضمن مدارس التربية والتعليم. أولاً بنشكر مركز سيدة السلام على إقامة مثل هذه الورشات واللقاءات اللي بتتم بين أولياء أمور الطلبة ذوي الإعاقة
والمسؤولين في الوزارات المعنية، وسواء المجلس الأعلى أو وزارة التربية أو وزارة التنمية الاجتماعية. إحنا بنسمع منهم هناك ملاحظات، هناك تحديات عند أولياء الأمور، وأيضا شو بتقدر هذه الوزارات والمؤسسات الحكومية أن تقدم لأولياء أمور الطلبة وللطلبة، لأنه هناك ظروف وهناك تحديات خدماتية. يعني هناك بعض المناطق غير مخدوم هؤلاء الطلبة على اختلاف أنواع الإعاقة، سواء إعاقة عقلية بسيطة أو متوسطة أو شديدة، أو التسهيلات بيئية، مداخل المدارس أو غير ذلك. فنحن مع الملاحظات التي أوردها أولياء الأمور، لكن أيضا نقدر عمل هذه الوزارات وما هو الدور الذي يجب أن تقوم فيه لخدمة مثل هؤلاء الطلبة. وفي ختام الورشة دار حوار بناء مع المدارس الدامجة وغير الدامجة، إضافة إلى نقاش مفتوح مع أهالي الأطفال ذوي الإعاقة، وقد اتفق الجميع على ضرورة التسريع بتنفيذ أهداف هذه الورشة على أرض الواقع.